في إذن لتوجيهات عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية، وبتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، عقدت اللجنة الوطنية البحرينية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة اجتماعا تنسيقيا في المؤسسة الخيرية الملكية، وذلك لبحث سبل علاج عدد من جرحى غزة المصابين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. هذا وسيتوجه خلال الأيام القليلة القادمة وفد من جمعية الأطباء البحرينية من الهلال الأحمر البحريني أيضا إلى جمهورية مصر العربية، وذلك لترتيب إجراءات نقل وعلاج الجرحى الفلسطينيين بعد دراسة التقارير الطبية لحالات الجرحى. وكانت مملكة البحرين أعلنت دعمها ومساندتها للأشقاء في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، حيث أصدر جلالة الملك توجيهاته بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في غزة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به، حيث تتولى المؤسسة الخيرية الملكية مهمة الإشراف على هذه المساعدات الإنسانية. وكان جلالة الملك قد تبرع بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لصالح الفلسطينيين في غزة. احنا ارتئينا نقدم اقتراح الى المؤسسة الخيرية الوطنية بان نوفر مستشفى في مصر ونجيب بعض الجرحى الى مصر على اساس نقدر نعالجهم في مستشفيات اللي تكون مهيئة تهيئة جيد لاستقبال المصابين بمختلف أنواع الإصابات. فالمؤسسة الملكية رحبت بالموضوع، واللجنة الأهلية لإغاثة غزة جميعا رحبوا بالموضوع وقاموا بالمبادرة، ولله الحمد تم التنسيق مع الجهات المعنية، الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر البحريني، تم التنسيق باستقبال 100 مريض. احنا قمنا بعملية التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، سوينا اتصال مباشر مع رئيس الجمعية ورحب بالفكرة. والجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لديها مستشفيات في القاهرة تتبع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وهم ينقلون الجرحى من غزة لعلاجها في القاهرة، فاحنا سندعم هذا النشاط، وبالطريقة ان احنا سنتمكن من تغطية اكبر عدد. فكانت فكرة سابقة ان احنا ناخذ 20 من الجرحى ونجيبهم من البحرين، طبعا ستكون تكلفة يمكن اكثر وتشمل مجموع محدود، في حين ان احنا ممكن نغطي 100 جريح وعلاجه بنفس التكلفة في مستشفيات جمعية الهلال الأحمر. بنروح احنا لنوقع اتفاق مع الجمعية، وهذا الاتفاق يشمل تفاصيل كيف الجرحى سينقلون ومن هم، وسيكون هناك تقرير دوري عن الحالات هذه حتى نطمئن ان الهدف الأساسي من النشاط يتم.